يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. مهما كانت مواعيد الله، مهما كان الكلام صعب، مهما كان الكلام بعيد، بس ربنا اللي بيوعد بيوفي. تعالوا نشوف بولس الرسول بيقول إيه لجماعة كورنثوس في الرسالة الثانية. بيقولهم في أصحاح واحد في الرسالة الثانية كده في عدد 20، لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه، فهو ده اللي هو المسيح، فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. كورنثوس الثانية 21، كورنثوس الثانية 1 وعدد 20. يعني إيه فيه النعم وفيه الأمين؟ يعني إيه؟ بيقول إنه مواعيد الله لينا ربما نشوفها بشكل أعلى من التوقعات واللي ممكن يحصل، لكن مدام ربنا وعد هو كفيل بأنه يجري وعوده، هو ساهر على كلمته ليجريها، هو عارف بيقول إيه. ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل؟ هل يتكلم ولا يفي؟ حاشا للرب. عشان كده الموضوع محتاج مني شوية إيمان كتير، أصدق الله وأصدق وعوده. لكن في المسيح، في حاجة مهمة جدا بتساعدني أني أصدق ربنا وأصدق وعوده. بتقول لأنه مهما كانت مواعيد الله ففي المسيح النعم يعني الاستجابة، وفيه الأمين وفيه اليقين بتاعة الاستجابة. يعني لما أجي أصلي كلام ربنا، وعد ربنا ليا، لما أجي أصلي وأقول كده أشكرك لأنك أنت وعدت أنك تبقى معايا، فالرب يسوع يجيب ويقول نعم أنا وعدت أن أنا أكون موجود وأنا بستجيب هذه الدعوة وهذه الصلاة. وفيه الأمين يعني يقول أيوة أنا عندي هذا الضمان للاستجابة. في المسيح النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. الله عايز يبارك حياتنا وعايز يبارك أيامنا، علينا نصدق وعوده. كاتب الترنيمة اللي جاية بيقول أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد. أنا مصدق الإله اللي النهاردة ينفع يأكد لي حتى لو من خلال النافذة اللي انت بتسمع منها هذه الكلمات. الله بيأكد لك إن وعوده هو ساهر عليها وهو بيجريها. تعال نسمع الآية. لأن مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين لمجد الله بواسطتنا. كورنثوس الثانية 1 وعدد 20. الله ساهر على كلمته ليجريها. اتشجع وصدق. مفيش زي ما بتقول الترنيمة لا جيوش ولا خيل هيخلصني ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ففي المسيح النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. اتشجع، رنم معايا وافرح في الكلمات اللي جاية. يا رب خليني النهاردة أفهم إن وعودك أمور جميلة لحياتي وإنت كفيل إنك تجريها. وعودك مش شطارة مني، لكن وعودك دي عظمة منك، هقبلها بكل يقين لأنك إنت إلهي. فمهما كانت مواعيدك في المسيح النعم وفيه الآمين لمجدك
ولمجدك في حياتنا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. ردد لي وعودك وكفاية، يا كفايتي دايما وحماية، انت كفيل انك تجريها، ايماني تثبت يا رجايا. انا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا اكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة وملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. لو عود ولا كلمة بشرية تنفعني في ضيقي يا فدية، قول كلمة وملاني إيمان، اسندني بالكلمة الحية. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. لا جيوش ولا خيل هتخلصني، ولا سيف ولا قوس يدي النصرة، دي يمينك بس ونور وجهك وبروحك مش قوة وقدرة. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا راح تتحقق في حياتي كل المواعيد. ده اللي قلبه مشغول بيك يلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. ده اللي قلبه مشغول بيك بيلاقي نعمة وإحسان، واللي عينه بتنظر ليك مش ممكن يرجع خجلان. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. أنا صابر مش هطرح ثقتي، مستنيك ورجايا أكيد، بإيمان وأنا تروح تتحقق في حياتي كل المواعيد. امين. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة تنعش ارواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الآية.
جاية سمعت في الآية إنجيل فرحان معايا بالترتيب يملى حياتك بالتهليل يومك بخير طيب.